السلام عليكم يا جماعة، بس كنت حاب أوجه رسالة شكر لفريق توستيك، فريق جدا بروفيشنال وفريق جدا محترم وجدا تعاملهم أكثر من راقي، وأنا ما كانوا يعرفوا أني أنا جاي، بس بلغتهم قبل بخمس دقائق بحيث أن أستأذنهم في التصوير. زبطوني تزبيط مرة عالي أكثر من اللي أنا كنت أبغاه، ويعني استقبلوني استقبال مرة محترم وأنا ما يعرفوني ولا أي شيء. فهذا بحد ذاته شكراً 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 شكراً، ولازم تجربوا المطعم، مطعم يستاهل التجربة. وخلاص أسيبكم مع المقطع. والله انا ماني عارف ايش اقول لكم، جيت اجرب مطعم جديد سخت منه باختصار. نزلنا له 10 اصناف عندنا وهي سيجنتشر ولد، واطعم حاجه عنده. طبعا هخلي الكاميرا تتكلم. خلاص ابدا. والله اليوم يا جماعه احنا في مطعم توستيك وانا مره جيحان، وده سويت عليه الستاء في السناء. قالوا لي برضو بعد ما رحت اوصم انه برضو من ألد الاشياء اللي بيقدموا سندوتشات بالبريوش. مرة ديك الرومي دي البيض المخفوق، البيض المخفوق بالحليب، باللبن، بالحليب ولا باللبن؟ بالحليب. عزيز مرة وانا بداية قوية 10 من 10. لحم انقص بالتشيز، لازم ابدأ فيني ان انا مرة حب خطير خطير، يعني بسوي عينة أكل على فكرة. طبعاً هذا الحلوم بيستو اللي أنا ما هأكله، ما هقدر أكله، فهندي المخرج هو يقرر. ساندويتش كرومي بس مع الجبنة، يعني ما معاه شيء. يعني حلو وبيستو، يعني كم من 10؟ يعني 11 من 10. هذا لذيذ ديك رومي، بس انا غلطتي اني دقت اللي بالبيض قبل ما ادق الساده. المفروض ادق الساده بعدين ادق البيض، والحين البيض عاجبني اكثر. شريم صار ملفوف مرة لذيذة، الصوص حقه مرة لذيذ. هذا لذيذ بس لو طلبتوه خليني اخفف لكم الصوص شوية، الصوص زيادة شوية. هذا الأربع شوفان يعني المرة اللي فاتت بعت اخذت اخر ساندويتش الاربع شبعان، الحين خليته رابع ساندويتش، المره الجايه ان شاء الله اول واحد. عندنا الحلوه اللي فيه انه الصراحه مو حاطين بس اشبان، حاطين شويه خس وطماطم فوق، فمسويه كسره طعم.
هذه تونة ماي مطبوخة السيجنتشر حقتهم، وهذا اللي فوق سمعت. اللي حب التونة هتجب التونة الباردة، أنا أحب التونة الباردة عشان كده مرة عجبتني، ما هي مطبوخة. بعيش البريوش برضو زي ما انتم شايفين كل شيء بعيش البريوش، صدور الدجاج وجبنة موتزاريلا ورمان، مرة مشتاق ادوق اللي فيها رمان والطحينة. معلومة عني انا مرة احب الطحينة، بس الحين السندوتش هذا يفوز. ما يفوز. هذه صدور الدجاج بالبيستو. هنا أول مرة أكل البيستو صراحة، وما أعرف هل